فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان يعيش في بلاد الكفار فهل يكبر في ليلتي العيدين، علما أن هذا قد يشوش عليه؟ إذا كان يشوش عليهم يكبر ويخفض صوته، إلا يكبر يعمل السنة لكن ما يشوش، أو ربما إنهم يمنعونه أو يضرونه. نعم، يكبر بقدر ما يسمع نفسه. الحمد لله. نعم.